السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم محمد مهسا هزر من قناة بيت الغلابة، ويا رب دايما اكون بتاع الغلابة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو وتعلق تعليق جميل كده، ويلا بينا نخش على الموضوع. الموضوع بقى ان انا قلت هنعمل دورة للمتابعين، يعني المتابعين اللي انا نشرت بوست على الانشاءات، ونشرت بوست على المنتدى، ونشرت بوست في على الفيسبوك، والناس علقت واختارت المصارعين بتاعتهم. فانا دلوقتي هندي الناس حقهم، فدلوقتي هنشوف الدنيا فيها ايه، وهنشوف الناس اللي مختارينهم مين اللي مختار الاول. عندنا هنا واحد اختار كودي رودز، معلش للناس اللي انا مش عارف اضيفهم عشان خاطر الدورة 8 بس، 8 بس للاسف. عندنا هنا كودي رودز، وعندنا واحد اختار رومان رينز، شادي اختار رومان رينز، وعبد الجليل اختار كودي رودز، وبروك ليزنر احمد حسن اختاره، وواحد اختار الاندرتيكر اسمه احمد محمود، وستيف اوستن احمد ايمن، وايدج حمزه غازي بيتهيالي هو، وراندي اورتن، مروان عبد السلام، وسيس رولينز. يعني احنا هنختار 8 من دولي وهنشوف الدنيا فيه. فالاول هنختار الناس اللي علقت الاول عشان خاطر مش نظلم حد. دلوقتي هنخش على الدوره، وبعدين كده جديد بطوله اليونيفرسال شامبيونشيب، ويلا نخش. اول واحد اختار معانا كودي رودز. كودي رودز اللي اختاره معانا عبد الجليل عوض محمد. هنختار كودي رودز، يبقى بتاع عبد الجليل عوض محمد. وهنختار هنا، هنخلي رومان رينز في الفرع الثاني. الفرع الثاني رومان رينز اللي اختاره شادي. رومان رينز. وهننزل تاني هنا مثلا بروك ليزنر، الناس الجامدة مثلا بروك ليزنر. اللي اختار بروك ليزنر احمد حسن. والاندرتيكر انا معلش بجيب الناس اللي هي علقت في الاول، واعمل للناس التانية برضو حاجة تانية عشان خاطر مش يزعلوا مني في الاخر. في الاول احنا هننجز الحوار برضو، هنعمل لكم حلقتين اندرتيكر. وهنا ستيف اوستن اختاروا احمد ايمن. ستون كولد ستيف اوستن موجودة. وبعد كده واحد اختار ايدج، رومان رينز مع ايدج بالترتيب برضك عشان خاطر مش نظلم برضك. ايدج. وبعدين كده راند اورتن اللي اختار اوستن اسمه احمد ايمن، واللي اختار راند اورتن اسمه مروان عبد السلام. وبعدين كده هنشوف التاني بقى، واحد مختار محمد صلاح اسمه احمد، بس ما مش نزلت انا محمد صلاح للاسف. فنختار برضو اللي نزل، اللي اختار ايجي ستايلز. ايجي ستايلز قدام للاسف الاندرتيكر. مش عارف انا اخلي الكمبيوتر هو اللي يلعب، مش هلعب انا بحد عشان خاطر ايه مش نظلم برضو. ودلوقتي هنبدا المواجهه بتاعت كودي رودز وستيف اوستن، ما بين ستيف اوستن كان احمد ايمن، وراند اورتن، وكودي رودز عبد الجليل عوض. فاحنا هنخش دلوقتي بقى، يلا معلش ونخش بقى على المباراه، ونخلي الكمبيوتر هو اللي يلعب، ونخلي الدخول ايقاف عشان ننجز. وبكده نكون بدانا اول مباراه، عبد الجليل عوض كودي رودز وستيف اوستن احمد ايمن. عبد الجليل عوض دخل علينا مع المصارع بتاعه كودي رودز وستيف اوستن احمد ايمن. ستيف اوستن الصراحه ما لعبتش بيه خالص انا في اللعبه دي، مش عارف اول مره اشوفه بقى. انا لعبت بكودي رودز قبل كده. والمباراه ما بين عبد الجليل عوض واحمد ايمن وستيف اوستن ضد كودي رودز، وهتبدا المباراه دلوقتي وانا مش بتحكم بحد. كودي رودز بدا في زخام، وهيعمل سبليكس على ستيف اوستن. يا ترى مين اللي هيفوز، احمد عوض عبد الجليل عوض ولا احمد ايمن؟ للاسف عبد الجليل عوض ولا احمد ايمن اللي هيبقوا معانا فايزين في المباراه. واوستن نازل على احمد عوض، عبد الجليل عوض واحمد ايمن، عبد الجليل عوض واحمد ايمن، احمد ايمن ستيف اوستن، وعبد الجليل عوض كودي رودز. كودي رودز بنطحن من
احمد ايمن اللي هو ستيف اوستن، وستيف اوستن ناوي يثبت ولا ايه؟ شكله هيثبت. تثبيت تثبيت، بس لسه بدري على التثبيت يا اوستن، لسه بدري على التثبيت يا ابن عمي. وعبد الجليل عوض يفلت من التثبيته الاولى، لا نفس عيني كودي رودز. عبد الجليل عوض شكله هيودعنا من اول بطوله، لكن يرد عليا ويقول لي ودعك ايه يا كابتن، انا لسه موجود. عبد الجليل عوض مش لاقي نفسه عيني، عبد الجليل عوض مش لاقي نفسه. عبد الجليل عوض يرجع تاني، وكودي رودز مع فينش وقع الحبل ويرزع احمد ايمن بشالوت في وشه اللي هو ستيف اوستن، والسوبلكس الجسم عبد الجليل عوض راح في داهيه. ستيف اوستن لكن احمد عوض وكودي رودز عبد الجليل عوض، لا ستيف اوستن يفلت. احمد ايمن وعبد الجليل عوض، احمد ايمن كودي رودز وعبد الجليل عوض، احمد ايمن ستيف اوستن كروس رودز، مين اللي هيفوز؟ 1 2 احمد ايمن فوق، احمد ايمن ستيف اوستن وعبد الجليل عوض كودي رودز. بوضح عشان خاطر الناس تبقى معانا. جمهور بيقول لك فايت فور ايفر وماتش واخد 3 نجوم و 200 ونص، واتوقع ان هو هيزيد عن كده وممكن يوصل لاربع نجمات. كودي رودز ينزل على يعمل 10 ضغط، كودي رودز يعمل 10 ضغط، عبد الجليل عوض بيستعرض هنا. ستون كولد مسيطر على المباراة، وكودي رودز هيعد ولا ايه؟ 1 2 ولكن لسه ما عدش، لسه فيها لسه فيها لسه فيها. احمد ايمن معاه فينش، ستيف اوستن معاه فينش اللي هو بتاع احمد ايمن، وستانر ستانر. اعتقد ان هي النهايه، ودعنا عبد الجليل عوض للاسف من بدايه البطوله. وكده احمد ايمن فاز باول مباراه معانا، وعبد الجليل عوض ودعنا ومع الف سلامه يا عم عبد الجليل. احمد ايمن فاز في اول مباراة مع المصارع بتاعه ستيف اوستن. تحياتي ليك يا احمد ايمن، معاك محمد هازارد من قناة بوت الغلابة. هنلعب المباراة بقى التانية معانا. البداية كانت سخنة جدا، رومان رينز كان شادي و ايدج كان حمزة غازي، اتوقع ان حمزة غازي، رومان رينز كان شادي وإج حمزة غازي. دلوقتي هنخش على المباراة، إج ورومان رينز برضو اللي بتاعه تشغيل إيقاف، فينش إج حمزة غازي ورومان رينز شادي. المباراة تبدأ، والمباراة التانية معانا النهاردة إج ورومان رينز غازي وشادي. شادي مسيطر على المباراة اللي هو المصارع بتاعه رومان رينز، وإج يرد تاني ويقول لي لسه غازي موجود يا كابتن محمد، وسوبلكس من إج على رومان رينز. يا ترى مين اللي هيفوز في المباراة ديت؟ اكتب في التعليقات تحت، شادي ولا غازي؟ إج بيستعرض مهاراته لكن رومان رينز يكفش فيه. هنا إج يرمي رومان من بره، رمى رومان رينز برمى، بيعاني دلوقتي من غازي. إنما شادي يرفع إج، شادي اللي هو رومان رينز يرفع ايدج ويرميه على الكورنر. يا ترى يا غازي هتعمل ايه في المباراه ديت وانت رومان رينز مسيطر عليك، ورومان رينز من افضل الشخصيات حاليا في اللعبه؟ يا ترى ايدج هيفوز ولا رومان رينز؟ شادي رومان رينز ايدج غازي، وايدج برضه كيرجع تاني في المباراه. هنا يا ترى بقى مين اللي هيعمل مين؟ لا رومان رينز يعمل حركة استسلام على غازي، شادي يعمل حركة استسلام على غازي، انما غازي يرجع تاني ويغرمي رومان رينز على الارض، والماتش طلع بره والدنيا دمار، وماتش شادي وغازي رايقين. رومان رينز يعمل نفس حركة استسلام تحت بس على الارض، رومان رينز البادي بتاعه بقى احمر، وغازي لسه سليم اللي هو ايدج. شادي شادي هيسيطر على المباراة، شادي مسيطر على المباراة مع رومان رينز، وهنا غازي يرجع تاني للمباراة وايرن شيبل على رومان رينز على شادي، ويعملوا سناب باور سلام ويعد شادي غازي يعد على رومان رينز، لكن شادي يفلت بالعدة. هنا ايدج مسيطر ومجموعة حركات من ايدج كده خطيرة، انما يرجع تاني شادي
بتاع رومان رينز، وبعدين كده رومان رينز يسيطر على المباراة من تاني. هيعمل ايه رومان رينز؟ باور بوم، واحد يقعد شاد، شكله هيكسب ولا لا؟ انما غازي راي تاني، غازي يرجع للمباراة ويفلت من العدة. رومان رينز مسيطر على ايدج، شاد مسيطر على غازي. يا ترى مين اللي هيفوز معانا بالمباراة؟ رومان رينز من الحبل الثالث وينط على ايدج. يا سلام عليك يا شادي وعلى اختياراتك في محلها يا ابني. انا معرفش مين الصراحة اللي هيكمل معانا في البطولة ويفوز بيها، انما رومان رينز يرفع ايدج في الحلبة، ورجع شادي للحلبة عشان تبقى المنافسة شريفة ويحيي الجمهور. وغازي شكله مش هيديه فرصة ولا ايه؟ لا ما اداله فرصة غازي. غازي شكله مش هيديه فرصة. غازي معاه كامباك، كامباك غازي. غازي رجع للمباراة بكامباك ومعاه فينش، معاه فينش وسينجريتشر غازي. وغازي حضر لسبير، ويا ترى شادي هيخسر ولا لا؟ وسبير وعد غازي، غازي عد 1 2، ولكن شادي يرجع للمباراة. الماتش سخن جدا، ايدج ورومان رينز، وايدج يعمل سيجنتشر بقى وشكله كده شادي خلاص. شادي اختيارك كان سيء جدا يا شادي، الفرصة الوحيدة ليك ان انت تصد الحركة دي، ما صدتهاش يبقى خلاص راحت عليك. وايدج يعمل سبير تاني. غازي فاز بالمباراة التانية معانا، الا اذا كان شادي اللي راي تاني. غازي فاز، الفائز بالمباراة التانية معانا غازي، وكسب شادي اللي اختار رومان رينز، اللي الناس كلها كانت بتتسابق ان هي تاخد رومان رينز ولا لا. للاسف انا ما بلعبش، والصراحه ما ماسكش دراع، انا مخلي اللعبه قدامكم وتلعب بالكمبيوتر، يلعب مع بعض كده. معانا غازي يوصل لنص النهائي مع هنشوف دلوقتي وصل مع مين، عشان نسيت. مبروك لغازي وصوله لنص النهائي. غازي اوستن كان مين يا جماعه؟ عشان مش انسى. بس ستيف اوستن، احمد ايمن، كودي رودز. اول اختيارين معانا، اللي اختار كودي رودز واللي اختار رومان رينز ودعوا البطولة للاسف. كودي رودز عبد الجليل ودع البطولة مع شادي، اسف ليك حظ تاني ان شاء الله. ودلوقتي معانا احمد ايمن وغازي، احمد ايمن وغازي. بروك ليزنر بقى هنخش على الدورة التانية. الدورة التانية بروك ليزنر احمد حسن، بروك ليزنر احمد حسن، راندي اورتن، مروان عبد السلام. مروان عبد السلام ضد احمد حسن، مروان عبد السلام ضد احمد حسن. كمبيوتر اهو يلعب براحته. مروان عبد السلام ضد احمد حسن، راندي اورتن، مروان عبد السلام، واحمد حسن، بروك ليزنر. والمباراة تبدأ. مروان عبد السلام، بروك ليزنر، احمد حسن، بروك ليزنر، ومروان عبد السلام، راندي اورتن. مروان عبد السلام بيعمل له حركة استسلام، انما مروان عبد السلام يفلت، واحمد حسن، بروك ليزنر. بروك ليزنر بقى نشوف احمد حسن ومروان عبد السلام، واحمد حسن. مروان عبد السلام شكله مسيطر على المباراة. مروان عبد السلام اركو ليجن كيلر، مروان عبد السلام، واحمد حسن برضو ذا بيست ذا كونكر، بروك ليزنر. ومروان عبد السلام، احمد حسن يرزع مروان عبد السلام على الارض، واحمد حسن بدأ السيطرة على المباراة. يا ترى مين اللي هيفوز؟ مروان عبد السلام شكله كده مش مبشر ان هو يوصل لنص النهائي معانا، لربع النهائي معانا. مروان عبد السلام يرجع تاني مع راندي اورتن ويعمل، لكن احمد حسن بحركة ذكية كده يطلع بره الحلبة. يا ترى بقى احمد حسن بيعمل ايه ومروان عبد السلام بيعمل ايه؟ احنا مش فاضيين للكلام ده يا جماعة، احنا عايزين نلعب. لكن احمد حسن يرجع ويرزع مروان عبد السلام على الارض، تحت بقى في الارض كده. بروك ليزنر يخبط راندي اورتن ومروان عبد السلام في مهب الرياح. احمد حسن بدأ السيطرة على المباراة. اتوقع انه كان اختيار سليم جدا ان واحد يختار بروك ليزنر، برضو ما حدش استهان
براند ولترن ليجن كيلر. احمد حسن مسيطر على المباراة. يا ترى يا مروان هتعمل ايه؟ وعدى تاني من احمد حسن لكن مروان يفلت. مروان تعبان دلوقتي حاليا واحمد حسن مسيطر. واديله خمطة في وشه. شكل المباراة كده من بدايتها باينة مين اللي هيفوز، إلا إذا كان مروان ليه رأي تاني. أحمد حسن راجع للمباراة، وهنا فكة من أحمد حسن، فكة من مروان على أحمد حسن، وراندي أورتن معاه سيجنتشر للفكرة. أحمد حسن إنما بروك ليزنر يرجع ويرمي الشب. أحمد حسن في مهب الريح حاليا، وانما مسيطر تاني على المباراه. راند اورتن يرجع ويخبط احمد حسن، وهنا برضو الصحوه بتاعت راند اورتن. مروان موجود لسه، مروان يعمل كومبو على احمد حسن. راند اورتن معاه سيجنتشر ومعاه فينش، ومروان بيعمل لاحمد حسن شكله كده الفينش، واركيو من احمد حسن على مروان. أركم من مروان على احمد حسن 1 2، لكن بروك ليزنر ما احمد حسن يقول لي لسه في بدري يا هزار. انما راند اورتن بيعمل السيجنتشر وشكله كده النهايه، لو عمل له الفينش خلاص في مهب الريح يا بروك، في مهب الريح يا بروك يا ليزنر انت واحمد حسن. والفينش الثاني، الفينش الثاني دي لو تمت خلاص مروان مبروك عليك الوصول للنهايات، لكن بروك ليزنر واحمد حسن يرجعوا تاني. ماتش مولع، ماتش مولع، وبروك ليزنر اف 5، اف 5 بروك ليزنر، بروك ليزنر اف 5 على مروان. احمد حسن اف 5 على مروان. يا ترى احمد حسن هيكسب ولا لا؟ لكن مروان يرجع برضو يقول لسه بدري برضو في المباراه. شفنا اركو و اف 5 في ماتش واحد، ماتش دوت من امتع الماتشات اللي موجوده حاليا. احمد حسن ومروان هنا بقى يرجع 1 2، لا مروان يقول لسه بدري يا كابتن. بروك ليزنر احمد حسن يخبط مروان فوش، وعدى الثالثه من احمد حسن. اتوقع برضه كيف لتراند اورتن، فلا تراند اورتن لازم تعمل له فينش يا احمد يا حسن. وهنا برضه فعل كده، مش عارفين مين اللي هيفوز. الماتش سخن جدا. راند اورتن يرجع للمباراه، مروان شكله هينهي الموضوع. مروان معاه سيجنتشر، مروان معاه سيجنتشر، مروان يعد على بروك ليزنر، بس اتوقع ما يعدش. بروك ليزنر يفلت سيجنتشر واركو وخلاص، اضمن لاحمد لمروان ان هو كسب احمد حسن. سيجنتشر واركو وخلاص، اضمن لمروان ان هو كسب احمد حسن. راند اورتن يفتخر، مروان يفتخر معاه، انما احمد حسن يقول لي راي تاني. احمد حسن باك سوبلكس خطيرة جدا. هنا احمد حسن رجع تاني، انما مروان هيعمل ايه؟ انما راند اورتن صد العدة. مروان صد العدة، احمد حسن في مهب الريح. سيجنتشر من مروان على احمد حسن. دي فينش كده خلاص، النهايه لاحمد حسن المحتومه. اركيو قادمه في الطريق، مروان الى النهايات. اركيو بروك ليزنر اوت، احمد حسن اوت، مروان راندي اورتن وصلوا للنهايات. مبروك لمروان وهارد لك لاحمد حسن. وكده معانا مروان وصل للنهائيات وكمل معانا في البطولة. مروان كسب احمد حسن، وهارد لك يا احمد حسن، ولسه معانا مروان. وهنا بقى معانا اندرتيكر وايجي ستايلز، مين اللي اختار اندرتيكر؟ يا ترى مين اللي اختار اندرتيكر؟ الاندر احمد محمود، اندرتيكر احمد محمود، ايجي ستايلز احمد علاء.
اندرتيكر احمد محمود وعلاء. محمود وعلاء هنبدا المباراه حاليا. محمود وعلاء نبدا المباراه ما بين محمود وعلاء اندرتيكر و ايجي ستايلز. ايجي ستايلز علاء ومحمود اندرتيكر. احمد محمود اندرتيكر ومحمد علاء تقريبا ايجي ستايلز. احمد علاء الاثنين احمدين، خلينا نسمي واحد فيهم محمود والتاني علاء. ايجي ستايلز علاء ومحمود الاندرتيكر، يا ترى مين اللي هيفوز معهم؟ وهتكون ديت اخر الحلقه النهارده، والحلقه الجايه هيبقى الماتشين بتاعه نص النهائي والماتش النهائي. اندرتيكر يطلع وينزل على علاء. محمود عمل حركة خطيرة جدا على علاء، والحكم عد خمسة كده تقريبا. ايوه عد خمسة ولسه الاتنين تحت. ما ينفعش كده يا محمود، انت وعلاء لازم تطلعوا فوق. هيدخل اندرتيكر، هيدخل محمود بقى علاء جوه الحلبة. ايجي ستايل دخل جوه الحلبة والاندرتيكر موجود، لكن علاء يرجع تاني. علاء يرجع تاني، ويا ترى مين اللي هيفوز بالمباراة ديت الماتشات ديت. ويعد بقى علاء على محمود. ايه الدورة ديت كان كلها مفاجآت، اوستن يكسب كودي رودز، مع اني كنت متوقع ان كودي رودز يكسب اوستن، وعندك بروك ليزنر راندي اورتن يكسبه، مع اني كنت متوقع ان بروك ليزنر يكسب، وعندك ايدج يكسب رومان رينز، مع اني كنت متوقع ان رومان رينز يكسب. يا ترى بقى انا متوقع دلوقتي ان اندرتيكر هيكسب، هل علاء مع ايجي ستايلز هيكسب ولا محمود مع اندرتيكر هيعملوا التوقعات اللي انا عايزها. شوك سلام، شوك سلام من محمود على علاء، ويرجع علاء في الارض ويعد اندرتيكر مع فينش. انما علاء يفلت كالمتوقع، مش من اول ضربه. ايجي ستايلز يرجع تاني للمباراه، علاء موجود لسه يا كابتن محمود، علاء موجود. انما كابتن محمود يقول لي برضه كان موجود ومعايا ذا ديد مان في صفي، وعلاء يقول له برضه انا معايا ذا فينومينوم 1 في صفي. ايجي ستايلز الاستثنائي، اندرتيكر الرجل الميت. محمود يعد على علاء، واحد اثنين، لكن علاء يفلت، علاء يفلت. احمد محمود واحمد علاء يتضاربون مع بعض من اجل الحصول على فرصه الى النهائيات، ومحمود يعمل دومب ستوم على احمد علاء، واتوقع كده خلاص، اتوقع كده خلاص، مع اني لسه بدري. اتوقع خلاص ولا ايه؟ وعد محمود علاء، لكن علاء يفلت ويقول انا لسه موجود. طلعها بمرونه، علاء طلع من الحركه دي بمرونه، يعني لو مش كان معاه المرونه كان زمانه خسر دلوقتي. ويرجع تاني علاء، وعلاء بيحتفل عليه، ومحمود يديله على طول من ورا كروز لاين. انما يرجع تاني علاء وصد رائعه، صد رائعه جدا. ومحمود يرجع، وعلاء مسيطر لسه، ومحمود يرجع، وعلاء مسيطر، وعلاء علاء مسيطر على المباراة، وتم الصعق الاندرتيكر، وعلاء معاه فينش. محمود في مهب الريح حاليا، كنا عم نقول محمود علاء اللي في مهب الريح، لكن مجريات المباراة رجعت تاني. دي دي تي من ذا فينومينوم 1 علاء على محمود، وفينومينوم الارم، لكن محمود يفرق، علاء ينزل على الفاضي، وعلاء مسيطر تحت في الحلبة. ويا ترى ايه اللي هيحصل؟ اندرتيكر محمود شال علاء ورازع على الارض، وعلاء يعمل فينش بتاع، الفينش بتاع ايجي ستايلز عمل. عد يا احمد يا علاء، عد يا احمد يا علاء. محمود خسر زي ما قلت لك، توقعاتي ما بتنفعش نهائي. انما اندرتيكر يرجع تاني بنفس الحركه اللي رجع بيها ايجي ستايلز بالمرونه. دي دي تي من اندرتيكر على ايجي ستايلز، دي دي تي من محمود على علاء.
علاء بتعاقب دلوقتي بسبب اللي هو عمله. يا ترى بقى مين اللي هيفوز؟ انا كنت متوقع الاندرتيكر، هل توقعه هيسيب ولا لا؟ تيكر مع تمب ستومب، وتيكر شكله هيكسب المباراة. انا قلت تيكر شكله هيكسب المباراة، توقعاته طلعت صح المرة دي. وان مور تايم، الراجل مات، ربنا ينتقم منكم. ومحمود هيكسب عليه. اندرتيكر فاز في المباراة، وصل لنهايات. محمود فاز في المباراة، احمد محمود فاز في المباراة. جود لك احمد علاء على المباراة الجميلة اللي انت عملتها ديت، وكنت منافس قوي لاحمد محمود. وبكده نكون برضو خلصنا اول حلقة في الدورة. ستيف اوستن احمد ايمن فاز، وإدج غازي فاز معانا النهاردة، وراندي اورتن، مروان عبد السلام فاز، والاندرتيكر احمد محمود. اتمنى كل حلقة دي عجبتكم. بكرة بقى تكملة للدورة، وهيبقى من 3 ماتشات، ماتش احمد ايمن ضد غازي، وراندي اورتن مروان عبد السلام ضد احمد محمود. اتمنى تكون الفترة دي عجبتكم، وان شاء الله بكرة هيكون موجود. بكرة هنكمل الدورة ديت، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتعلق على الفيديو وتقول انت من الناس اللي موجودة ديت ولا لا. وبيس.